انت اصلا خريجه هندسه؟ هندسه كمبيوتر. وخطيبك برضو مهندس؟ مهندس معماري. اه يا اهلا بحضرتك يا باشمهندس. وابتديتي بقى سبتي الهندسه وبتشتغلي في اللوحات؟ هو انا قررت قبل ما اتخرج بسنه ونص انه يعني الهندسه ده مش المجال اللي انا حابه اكمل فيه او دي مش الحاجه اللي عارفه انجح فيها. وبدات اخرج من كابت الهندسه بان انا ارسم. ومن اول رسمه الناس بدات تنبهر بيها وعجبتهم فقلت ليه لا يعني، وبدات بقى اهتم اكتر بالرسم. خدت كورسات وتعلمت من يوتيوب واشتغلت على نفسي لحد ما اول ما اتخرجت بقيت انا كمان بعلم الرسم. ودي ده فيديو انا كمان بعمل على يوتيوب فيديوهات تعليم رسم للناس اللي مش بتقدر تيجي تحضر الكورسات يعني. فده كنت بشرح ازاي عملت المسام بتاعت بشره ورسم. طب ما تستغلينا كده وتقولي الويب سايت او البيج اسمها ايه بتاعتي؟ شروق يحيى ارت. بس انا بكتب يعني زي الامضه بتاعتي بالظبط. اللي عايز يدخل عليها يدخل على ايه؟ شروق يحيى ارت. بس انا بكتب شروق اس اتش ار او كي على طول. عشان على طول بعد الحلقه اللي عايز يتعلم رسم يدخل على طول. وبعد كده اللوحات 50 50 عينيا. حاضر. طيب